طبعا لسبب او لاخر كبار السن واصحاب الامراض المزمنه بيكونوا محتاجين، طبعا بيكونوا عايشين لوحدهم طبعا لاسباب متعدده، لكن بيحتاجوا رعايه صحيه ملازمه ليهم طول الوقت حتى لا يحدث اي امر طارئ طبعا بالنسبه لصحتهم. عشان كده المبادره مبادره 100 يوم صحه ما نسيتش كبار السن وقدمت لهم خدمات علاجيه وكشف بالمجان للاطمئنان على صحتهم. من اول يوم البيت فدى على جد طارق وتيتا، وهو بقى لازم يركز مع صحته، وفي يوم قلق ان يجيله المرض الوحش زي عمه شريف، فراح على الوحده الصحيه كشف والحمد لله طلع ان ما عندوش حاجه واتم. وزاره الصحه بتقدم مبادرات كتير، وفرنا خلالهم اكتر من 142 مليون خدمه صحيه لاكتر من 92 مليون مواطن، منها مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي. وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة، مصريين كتير استفادوا منها والدور عليك أنت كمان، انزل اكشف واطمن. وزارة الصحة معاك من أول يوم. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.